فريق باستورز يتمنى لكم رمضان مبارك. تفاجأت المؤثرة الممثلة الصاعدة إيناس عبدلي من ظهور بقع حمراء على مستوى الجيل متسائلة إذ كان السبب نفسي أم فيزيولوجي. كنت مشوف بيان صباح لله على ما حاش نقول لكم سافا تري بيان باسكو سافي دو جور وانا نود بلورتيكير فاش سي با سي دو لورتيكير ولا لا اني نود دي بلاك روج كامل لو كور ديالي دي بلاك روج كي غرات كي ديمانج سخونين اي تو جو سي با سي كوا البارح البارح صباح رحت عند ديرماتو غير كي لحقت عندو جافي بلو ريان راح لي كلش قلت بالك خلاص عطاني اون كريم اون بوماد درتها البارح في الليل البارح في الليل مون كور لهب جي با كومبري دو تو واش رالي قلت اليوم نروح عند ديرماتو نط بلو ريان والو دونك سي بليسي وزافي ان بون درماتولوج ام كونسيي بعثوا لي قولوا لي باسكو راني حابه نعرف هذا سي كوا قالوا لي سي دورتيكير بسيشيك قالوا لي بلي بالك سي 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 ان اوتر اورتيكير ولا جو سي با دونك سي بلي لي عرض اعلاناتكم على باقه باستارز تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام